الاستثمار في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 من يوليو الجاري تحت شعار إعادة خلق المسرح. دورة جديدة بنفس جديد يصعد من أعضاء مدينة البيضاء التي يحمل المهرجان اسمها. هذه الدورة التي تنظمها كلية الآداب مبدع المسكين الصغير التي سيقدمهما خلال فترة معينة سنخصصها لهذا الموضوع. بالإضافة دينامية خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما عرفه العالم في الآونة الأخيرة. تنظم هذه الدورة كما هو معلن عليه تحت شعار إعادة خلق المسرح. طبعا الجميع يتفهم اختيار هذا الموضوع. نقول فيها كلامنا لا، إن الأمر أصبح بالطريقة التي تدبر بها حيثيات التنظيم، حيث إن أغلب النقاشات تواصلات تبادل الرسائل وغيرها. أستاذ العمي، ما هي القيمة المضافة لهذه الدورة؟ أول القيمة المضافة التي تقدمها هذه الدورة هي أنها تأتي كتحدي للظروف الصعبة التي عاشها العالم والتي عاشها المغرب بشكل خاص من خلال الأثر الذي كان لجائحة كورونا التي أغلقت المسارح وأوقفت الحركة الثقافية في مجموعة من الفضاءات. يأتي المهرجان ليؤكد استمراره ويؤكد رغبته وإرادته في تنشيط المدينة وفي القيام بدوره، دوره أولا التنشيطي ودوره التأطيري والتكويني من خلال أنه يفتح الأبواب للشباب من مختلف الفئات لمتابعة مجموعة من المحترفات والتكوينات، وأيضا للقيام بدوره العلمي من خلال طرحه لإشكالية أساسية الآن تطرح في العالم، هي إشكالية ما هو مصير الفنون بعد الجائحة. طرح هذا السؤال وكل المبدعين انطلاقا من تخصصاتهم، ناس السينما وناس المرح وناس الأدب، وكلهم كل كان له رأي في الطريقة التي يمكن أن نستعيد بها الحياة بعد الجائحة. لذلك كما ترون إن محور هذه الدورة هو إعادة خلق المسرح. طبعا إعادة الخلق لا تعني بأنه مات لنعيد خلقه، ولكن لنعيد إحياءه بعد التوقف الذي عاشه. كيف يمكن أن نخلق دينامية لدى الفنانين للإبداع أكثر ولانفتاح أكثر، خصوصا كما قلت إن الجائحة أفقدت أبا الفنون، أفقدت المسرح مكونا أساسيا من مكوناته اللي هو علاقته بالجمهور. حين تم إغلاق المسارح، حين تم إغلاق الفضاءات العمومية، وجد الفنانون أنفسهم مغلقين، بل إن الكثير منهم من أنتجوا إنتاجات غنية وغزيرة جدا، ولكنها فقدت حيويتها، فقدت قوتها، فقدت حياتها في غياب ذلك المتلقي الذي يتفاعل آنيا. لذلك وعلى الرغم من كل الإمكانيات التي استغلها مجموعة من المبدعين من خلال الإبداع عن بعد ومن خلال اليوتيوب وغيرها، ولكن الفنانين كلهم كانوا دائما يعبرون عن استيائهم بفقدان يعني توأمهم، توأم الآخر اللي هو الجمهور ما وراء الفن. لذلك يأتي المهرجان الآن لنعيد الحياة ولنطرح الإشكال ولنساهم أيضا في النقاش الدائر في العالم حول مستقبل الفنون، مستقبل الإبداع، مستقبل الفنان بعد هذه الجائحة. لماذا؟ لأنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الجائحة لا قدر الله فهي الآن موجودة دائما، لا يمكن أن نتصور بأن الأمر قد انتهى. لذلك لا بد أن لا نتصور بأنه انتهت وأن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، لا، إن الأمر يقتضي منا أن نأخذ
أن نأخذ الحيط وأن نأخذ جميع الاحتياطات التي من شأنها أن تسمح لنا بالاستمرار في العمل، لأن هناك فنانين ومبدعين لا معنى له أنه بوجود جائحة وارتفاع عدد الحالات أو تقلصها أن يتوقف الحياة. لماذا؟ لأن الفنان لابد أن يعيش، لابد أن يحيا، لابد أن يعبر، ولا يمكن أن نتصور بأن الحياة ستقف. لذلك نريد من خلال هذه الدورة بالجهد الكبير الذي قمنا به لاستدراج فرق من إندونيسيا إلى البنغلاديش إلى أمريكا إلى المكسيك، حاولنا أن نقول إن الفضاءات وأن حواجز الزمن، حواجز الفضاءات يجب أن تكسر ويجب أن نلتقي، وبذلك تقوم الدرويضة كعهدها تقوم بدورها في استقطاب العالم حولها لتبقى دائما الدار البيضاء حية والمغرب حي. ومن خلال هذا المهرجان نعطي صورة عن أن المغرب بلد حي برجاله وبنسائه، حي بممارساته وبرغبته في الاستمرار والحياة بكل إرادة، وأن الجائحة إذا جاءت فإنها مرحلة زائلة، وأن لنا دائما القدرة على أن نتأقلم، أن نتأقلم مع كل الظروف. فإن إذا تابعتم معي فإن الدورة السابقة كان محورها التأقلم، لا ريزيليانس، فبينا بأننا تأقلمنا، ولكن الآن بعد أن تأقلمنا وخرجنا من الأزمة نستمر ونذهب بإعادة إحياء المسرح وإعطائه ما يستحق من المكانة بكونه فنًا يقتضي منا أن نعمل جميعا كل من زاويته، والجامعة تقوم بدورها للقيام بهذا الدور لصالح الفن ولصالح مستهلكي الفن اللي هما الجمهور. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.